نعمل جولة على أبرز محطاتنا الثقافية والفنية وعشية ذكرى الاستقلال ب 22 شهر وبميلاد بذكرى ميلاد السيدة فيروز. قرر محافظ بعلبك الهرمي البشير خضر بالتعاون مع بلدية بعلبك ولجنة مهرجانات بعلبك الدولية الاحتفال بهالمناسبتين على طريقته، لا سيما أنه ميلاد السيدة فيروز بيتزامن مع الذكرى 60 لوقوفها لأول مرة على أدراج جوبيتر. ولهالغاية بيدعي خضر كل اللبنانيين إلى زيارة بعلبك يوم الاثنين المقبل لإضاءة القلعة بالعلم اللبناني وبصور السيدة فيروز. الاحتفالية رح تترافق مع بث أغنيات لإلها، لا سيما يا قلبي لا تتعب قلبك اللي تغنت على دراج بعلبك. نسمع. ومجروح بجروح الهوى شو بينفع، موجوع ما بيقول عاللي بيوجع، وطعن عباله ليالي الولداني يا طن يا طن يا طن إرادك راف الدنيا. لو في تحكي للحبايب شو بيني يا طير يا طير. نتابع مع اخبارنا. بتدعي الجامعه الانطونيه الى المشاركه بالدوره الرابعه من املاؤنا لغتنا، النص بعنوان رئيس بلادي للاعلامي بسام براك، والموعد السبت 10 الشهر 10 كانون الاول الساعه 11 صباحا بساحه النجمه مبنى مكاتب النواب. من تلألؤ لألآت حروفك بعين شاشه لبنانيه لارسال هوى اللغه من جامعه ها هنا لا تخلو يدها من قلم اللغة العربية ما دام اسمها الجامعة الأنطونية. نتابع كمان مع اخبارنا. احتفالا بعيد الاستقلال بدعي مركز الصفد الثقافي برعايه قائد الجيش العماد جان قهوجي الى امسيه بعنوان اطفال شهداء الجيش يغنون الاستقلال بمشاركه نحو 30 طفل من اطفال شهداء الجيش اللبناني مع الفنان سعد رمضان، والموعد الجمعه 18 الشهر بمركز الصفد بطرابلس. حسيتني احساسي وبروحي اغمره من العروض المسرحية ألاقي زيك فين يا علي، عمل سبق وشدناه وشفناه على مسارح قبل، رح نرجع نشوفه لفترة أربعة أيام. بتناول قصة فلسطينية القصة هي قصة فلسطينية حقيقية بتخبرها وبتسردها صاحبة القصة الممثلة رائدة طه. العمل من إخراج لينا أبيض والعروض بعود ريعة لمؤسسة غسان كنفاني الثقافية من 24 ل 28 شهر بدار النمر كليمانسو ابتداء من الساعة 8 المساء. اذا كنا عم نشوف مشاهد من الاقي زيك فيني علي بعروضه السابقه. منتابع وتحت عنوان رنين، جامعه البلمند بتدعي الى المشاركه بالامسيه الفنيه اللي رح تجمع الفنانه رنين الشعار مع فرقه موسيقيه مؤلفه من رمزي بوكامل، خليل البابا، رائد بوكامل، نادر مرقص، سمير نصر الدين، وريبرتوار من حقبات موسيقيه عربيه وشرقيه. الموعد ب 19 تشرين الثاني 7:30 المساء باوديتوريوم الحريري. قلت شاري سيبو إباني زدت لمر حبي لي بلشت شامل غير فيها بلشت لوم يا عقلها بلشت شامل غير فيها بلشت لوم
منتابع مع أخبارنا بدعي نادي الشبيب الرياضي الثقافي تنورين إلى المشاركة بالعشرة السنوية اللي رح يحيي الفنان جورج نعمي أند باند، والموعد الثاني المقبل عشية عيد الاستقلال ب 21 الشهر الساعة 9 المساء ببيبلوس بالاس بجبال، ونسمع جورج نعمي. منال ملاط اند بيج باند رح يكونوا بامسيه فنيه هي الاولى للفنانه منال ملاط بعنوان ديم ذا لايت، رح بتغني خلالها باللغات الثلاثه الفرنسيه الانجليزيه والعربيه من اغاني قديمه بالاضافه لاغاني خاصه لها، وبترافقها فرقه ذا سوينجينج سيستر، والموعد مع نهار السبت او الجمعه المقبل على مسرح المدينه. بنشوفها. منتابع ايضا مع اخبارنا، بيروت اند بيوند بيعلن عن نسخه جديده من المهرجان يلي بيفتح المجال امام كل المواهب الجديده وبيعطيهم فرصه للتعرف على موسيقيين وانماط موسيقيه مختلفه. للاشتراك بالدوره الجديده لازم ارسال الطلب قبل 15 شهر، والمهرجان من 8 ل 11 كانون الاول بفضاءات ثقافيه مختلفه. من نشاطات دير سيدة الأيقونة العجائبية للآباء العزريين بالأشرفية بفترة عيد الميلاد ريسيتال ديني مع جمانة مدور وجوزيف خليفة نهار الجمعة باثنين كانون الأول الساعة 8 المساء، ومن بعده افتتاح للمعرض السنوي معرض الباتش وورك يلي بيعود ريعه لمساعدة المحتاجين. الهنا والأمان وفي ضيق هالأرض المحبة والحنان يا مريم العذراء احمي لبنان. نختم بخبر أخير لعروض الأفلام. مجموعة من الشابات والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة من منطقة بعلبك تحديدا هن أبطال فيلم هيك قالوا من إنتاج اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة اللبناني. الفيلم بيحكي عن الصعاب يلي بيعانوا منها بدءا من المنزل وصولا إلى سوق العمل مرورا بأماكن الدراسة. موعد العرض الثلاثة 15 الشهر اليوم يعني الساعة 8 المساء بالأوروين هول بالأليو. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على المحطات الثقافية والفنية، رح نعرف أكثر هلا عن أحوال الطرقات مع جوال. مباشرة إلى غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، اليوم معنا على الخط المؤهل جهاد أبو زكي. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ الحمد لله. تفضل. يعني اليوم مثل ما بنعرف في توقف للشاحنات على أوتوستراد الدورة، أكيد عم بيسبب حركة سير قوية. نعم في اعتصام لاتحاد النقل البري اليوم على أوتوستراد الدورة الغربي. نعم. وأيضا على مستديرة السفارة الكويتية. على أوتوستراد الدورة الغربي توقف عدد كبير من الشاحنات على يمين الطريق مسبب زيادة بالازدحام السير المروري الصباحي. نعم. بدي أبدأ السير يعني من الضبية أنطلياس جلديب نهر الموت باتجاه الدورة عم بيشهد ازدحام مروري كثيف هالأثناء. أيضا المدخل الجنوبي خلدي ناعمة باتجاه خلدي، وخلدي باتجاه الأنفاق المطار، وخلدي باتجاه الأوزاعي ازدحام سير كثيف، ومفرق عرمون بشامون شويفات ايضا عم بيشهد حركه مرور كثيفه. ضمن بيروت المدينه الرياضيه باتجاه جسر كولا نفق سليم اسلام، كورنيش المزرعه
بالاتجاهين، السائل القادم من المحكمة العسكرية باتجاه كورنيش المزرعة وصولا إلى سكنة الحلو، واستراد الرئيس الهراوي باتجاه الأشرفية ساسين عم بيشهد ازدحام مروري صباحي. نعم. هيدا بالنسبة لحركة السير الصباحية لليوم. نعم، بالنسبة لحوادث السير اللي سجلت ب 24 ساعة الماضية، مجموع حصيلة حوادث السير التي نتج عنها أضرار جسدية لفترة 24 ساعة الماضية 13 حادث نتج عنهم 14 جريح. ومخالفات السرعة الزايدة أيضا التي ضبطت بواسطة الرادارات المنتشرة بالمناطق، مجموعة 1144 مخالفة سرعة زايدة. ولمزيد من المعلومات بتقدروا تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو تويتر وفيسبوك، والاتصال على مدار 24 ساعة على الخط الساخن اللي هو 1720. نعم، يعطيكم ألف عافية، متمنى لك نهار حلو المؤهل لجهاد أبو زكي. نحن بنتوقف مع فاصل جديد بحلقتنا وبنرجع.